وزير الخارجية يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويستعرض جهود مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين. غوتيريش يحذر من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح ويؤكد أنه سيكون مدمرا لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني. حماس تؤكد على أن الخسائر بين المحتجزين الإسرائيليين كبيرة وتحذر من القصف المتواصل من قبل الاحتلال. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. حققت مصر نجاحا كبيرا وجديدا يضاف إلى سجلها الحافل بنجاحاتها على الساحة الإفريقية بانتخابها عضوا بمجلس الأمن والسلم الإفريقي من عام 2024 وحتى عام 2026. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن مصر حصلت على 44 صوتا من إجمالي 46 للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال. ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وآخرها خلال عامي 2020-2022. افتتح وزير الخارجية سامح شكري المائدة المستديرة والتي عقدها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء مراكز الفكر والأبحاث. أشار الوزير شكري إلى التحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية في مجال السلم والأمن، لا سيما الأزمات في ليبيا والسودان والقرن الإفريقي والحرب في غزة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية. التقى وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن مع عدد من كبار القادة والمسؤولين الدوليين أعضاء مجموعة إلدرز التي أسسها زعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم. وخلال اللقاء تناول شكري التحركات التي تطلع بها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، فضلا عن ضمان إدخال المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني. كما تناول وزير الخارجية مخاطر أبعاد أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، مشددا على أهمية تحرك الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لدرء هذا الأمر ومنع تنفيذ سيناريو التهجير القسري لهم أو تصفية القضية الفلسطينية. هذا وقد أعرب قادة المجموعة عن تقديرهم للجهود المصرية الحثيثة منذ بدء الأزمة في احتواء تداعياتها على كافة الأصعدة. عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في إطار الدعم الدائم والمستمر والذي تقدمه مصر إلى لبنان الشقيق من أجل التوصل إلى حلول جذرية على صعيد كافة الأزمات التي تواجه لبنان الشقيق. خلال اللقاء أعرب شكري عن دعم مصر الكامل لجهود ميقاتي في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان، مع التقدير الكبير لمساعيه التي يبذلها لتقليل تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة العمل على حل الدولتين وفق القرارات الأممية، مشيرا إلى أنه لا مبرر للعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. أضاف غوتيريش في كلماته بمؤتمر ميونخ للأمن أنه يجب الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى الأهداف، مؤكدا ضرورة العمل على خلق نظام عالمي أكثر شمولا وفق القانون الدولي. كما حذر غوتيريش من أي هجوم على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيكون مدمرا لنحو 1.5 مليون فلسطيني. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة على أن العاملين بالمجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر، مطالبا بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة بشكل فوري. أكدت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين
دون حل الدولتين. أضافت هاريس خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن واشنطن تؤمن بعدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتغيير طبيعتها الجغرافية. وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي أن بلادها تسعى لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن. كانت مدينة ميونخ الألمانية قد شهدت اليوم انطلاق الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن والتي تنعقد حتى الأحد المقبل. يشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية، ويتصدرهم الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية. إلى تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول لمستشفى ناصر والذي لا يزال يعمل في قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال هناك مرضى ومصابون بجروح خطيرة داخل المستشفى. يأتي ذلك بعد عملية إسرائيلية أجبرت العاملين بمجمع ناصر الطبي على الخروج وترك المرضى. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 28,775 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر. أشارت السلطات الصحية في غزة إلى إصابة 68,552 شخصا، لافتة إلى وقوع نحو 112 شهيد وإصابة 157 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت حركة حماس أن الخسائر بين المحتجزين الإسرائيليين لديها كبيرة، مشيرة إلى أن من تبقى من هؤلاء المحتجزين يعيشون في ظروف صعبة للغاية. أوضحت حماس أنها حذرت عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها المحتجزون جراء القصف المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الحركة أنها حاولت خلال الشهور الماضية حماية حياة المحتجزين والاعتناء بهم بهدف تحرير أسرى الفلسطينيين وإنفاذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة. وأوضح بايدن أنه حتى نتنياهو خلال تلك المحادثات على وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج المحتجزين، قائلا إن هناك محتجزين أمريكيين لدى حماس وليسوا إسرائيليين. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله ألا يقوم الإسرائيليون بأي هجوم بري واسع النطاق. انطلق ماراثون من مصر إلى غزة الخيري تحت عنوان تضامنا مع أهلنا في غزة في محمية وادي دجلة بالمعادي، بمشاركة عدد من الوزراء ونواب البرلمان والمسؤولين. يأتي الماراثون الخيري كرسالة دعم من الشعب المصري للأشقاء في قطاع غزة. من محمية وادي دجلة بالمعادي وتحت اسم ران فور غزة، انطلق ماراثون لدعم الأشقاء الفلسطينيين وذلك تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية. الاحتفالية تضمنت تكريم المشاركين في السباق على أن تذهب عائدات الماراثون إلى أهالي قطاع غزة مباشرة من أجل إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع. ندعم إخواتنا، الناس بلا فول 4 شهور بتتعذب دلوقتي، فحاجة بسيطة جدا جدا يعني انها ممكن تتعمل، ان احنا بمجرد ما نجري
وبالربح بتاع المسابقه ان شاء الله يعني ده يخف عنهم شويه. مشاركة اليوم كتير مهمة لأنه خاصة أنه في كتير أجانب عم موجودين، فنحن كفلسطينيين لازم نكون حاضرين، وهيدا أقل شيء ممكن نعمله لنظهر تضامننا مع غزة ومع أطفال غزة ومع أهل غزة، مع كل شيء عم بيصير اليوم بغزة، كل هاي الأحداث المؤلمة والصور والموت والدمار والقتل، هيدا أقل شيء ممكن نعمله. جئت للمشاركة بسباق 5 كيلومترات، وأتمنى أن يساعد هذا الماراثون الفلسطينيين عن طريق التبرعات التي قد تساعدهم فيما يواجهون من معاناة. أتمنى من ربنا أن ترجع فلسطين أحسن من الأول، وربنا ربي يرحم كل اللي توفى ويصبر كل واحد عايش، وربنا يرفع الكرب إن شاء الله. طبعا السباق ده ليه أهمية كبيرة لإخواتنا في فلسطين، وأن احنا نساهم في أي حاجة ندعمهم بها بأقل حاجة حتى لو كانت بسيطة، هي بتفرق قوي معاهم. بصوا، أولا أنا فلسطينية من غزة، فأنا بقى سعيدة جدا بحدث رياضي كبير زي ده أنه يقام على الأراضي المصرية، وأن الناس كلها جاية مبسوطة وفرحانة وجواها طاقة إيجابية وطاقة أمل أنها جاية تساعد إخواتنا في فلسطين، فده شيء جدا يفرحني. إذن هي فعاليات تقام من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل أهمية الدور الكبير الذي تلعب المساعدات في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. إلى هذا الخبر العاجل مشاهدين الكرام، حيث أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن نفي مصر القاطع والتام لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع. وأكد رشوان أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، خصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر لسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة. أضاف رشوان أن مصر بموقفها الثابت والمعلن والصريح هذا لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه وتعطي انطباعا يروج البعض له تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي تعد جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ مصر كل ما يجب عملي من أجل وقف ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيضا إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن مصر لديها بالفعل ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها. نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم لتسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء الموقف والمواقف التجنيدية لذوي الهمم ولكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم.
في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن. إن تلبية مطالبكم واجب علينا، ولهذا نحن معكم اليوم نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات لكم، كما أن إدارة التجنيد والتعبئة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالعديد من المبادرات التي تقدم مزيداً من التيسيرات لأبناء الوطن. كما تضمنت المراسم عدداً من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر. الأول عشان كنت أطلع لابني شهادة أو معاقزة ده يطلع شهادة لازم يروح بنفسه منطقة التجنيد. دلوقتي القوات المسلحة مشكورة بصراحة، لا وفرت علينا حاجات كتير. الحمد لله سهلونا كل حاجة، الحمد لله بركة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سهلونا كل حاجة الحمد لله، نحمد ربنا وكل حاجة تمام يعني الحمد لله، ما كنتش متوقعة كده والله. وإدارة التجنيد ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ناس محترمة وناس كويسة كلها الحمد لله. تم عمل هذا الاحتفال الجميل الرائع لتسليم الشهادات الخاصة بالمعافاة من التجنيد بعد المعاناة اللي كانوا بيعانوها أولادنا في السفر إلى القاهرة لتوقيع الكشف الطبي وتسلم الشهادات. هذا إنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر القوات المسلحة على التيسيرات اللي قدمتها لذوي الهمم على استلامهم الشهادة وعدم تعبهم في التجنيد وهنا وهنا، وآخر أحلى تيسيرات وربنا يحفظهم لمصر يا رب تحت قيادة السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في التسهيلات اللي القوات المسلحة عملت يعني حاجة حلوة إن شاء الله، إن كل شاب من دولة استلم المعافاة في محافظته، فالحمد لله يسروا لنا الحال على كده، ونشكر القوات المسلحة ورئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحفلة بتاعت النهاردة هم فخورين بيها قوي وفرحانين بيها وبيستعدوا لها بقالهم أكتر من شهر، عشان هم فرحانين باللبس بتاع الجيش بتاعنا وفخورين بجيش مصر وفخورين بسيادة الرئيس إن هو دايما بيكرمهم ودايما فاكرهم في كل الاحتفالات بتاعتهم. حضر المراسم محافظ أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين. أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. كما ضاعفت الداخلية أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تم عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وكبار الموردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع بالتخفيضات المعلن عنها خلال المبادرة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. دائما بنشارك وزارة الداخلية في عمل مبادرة مميزة جدا في كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار مخفضة بتوصل ل 20 و30 و40% في بعض السلع، ودايما بتبقى كل السلع متوفرة بشكل كبير ودايما بجودة عالية وأسعار مميزة خلال الفترة دي. احنا عشان رفع العبء عن المواطن عملنا مكان في كل فرع من فروع سلسلة ماركت الفرجاني ومبادرة كلنا واحد، المكان ده فيه كل السلع الاستراتيجية اللي بيعوزها المواطن في دخلة رمضان. مبادرة كلنا واحد عليها يعني حمل كبير ان توفر
سلع بكميات كبيرة موجود معاك في كل مكان، للقوافل في الشوارع في الميادين، هيبقى موجود معاك في القرى، هتلاقي السيارات القوافل. اتفق الجميع على توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع بخاصة رمضانية، منها تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وانطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي. ده واجب علينا كشركة مصرية وطنية، واجب كل الشركات ان هي تشترك في المبادرات اللي زي دي، واحنا دايما بنحاول نوفر يعني اعلى جودة موجودة في السوق المحلي بالنسبة لمنتجاتنا، خصوصا الجبن والألبان والعصائر. ان شاء الله نشارك بمنتجات الرز ومنتجات المكرونة ومنتجات البقوليات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. حصل تنسيق لينا مع وزارة الداخلية في ان احنا نطرح السلع بتاعتنا، وتحديدا منتج الفول، عشان حضرتك عارف ان احنا داخلين على موسم رمضان، وهو من اكتر الاصناف اللي بتستخدم في رمضان. عقب الاجتماع بدأت المصانع المشاركة في هذه المرحلة الجديدة من المبادرة في إعداد كميات كبيرة من السلع بخاصة الأساسية منها، والتي تتسم بجودة عالية وتؤكد على نجاح التصنيع المحلي في تحقيق الوفرة في المعروض الذي يلبي احتياجات المواطنين في أي وقت وبأي كمية خلال شهر رمضان، والذي يشهد زيادة الاستهلاك من كافة أنواع السلع. بتقوم الشركة بالاشتراك في مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من 5 سنوات، وما زلنا متواجدين داخل جميع منافذ مبادرة كلنا واحد، بنقدم مسلى وزيوت بأعلى جودة وبأسعار مخفضة. يا بلادي روحي في داليكي، أقدم حضرات كانت بنسعد باستمرارنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. نحب نطمن المصريين ونقول لهم إن البضاعة موجودة، الفول موجود، الرز موجود، كل حاجة موجودة، وكل حاجة هتقضي لشهر رمضان وبعد شهر رمضان. ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل في هذه المرحلة الجديدة منها إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً، بإجمالي 2148 منفذاً ومعرضاً رئيسياً وفرعياً وشادرا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية وجميع المنافذ والسلاسل التجارية والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. بتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة دي، دايما حريصين على المشاركة في المبادرة، ودي مش أول مرة احنا نشارك، احنا دايما بنفخر بمشاركتنا ودايما مؤمنين بدورنا المجتمعي. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة كلنا واحد عن طريق توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. تشهد مبادرة كلنا واحد تطوراً ملحوظاً، فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وهي تحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من هنا تتجدد المبادرة باستمرار لتتواكب مع المستجدات المختلفة من أجل توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.
محافظة البحيرة انطلاق فعالية قوافل الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تضم فعالية قافلة الخير توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية أحد كيانات التحالف، وصلت قافلة الخير إلى قرى محافظة البحيرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بها. قافلة الخير نازلين تحت مظلة التحالف الوطني قرية العزيرة تبع مركز وادي النطرون. الأسر في القرية أكثر احتياجا، عمالة غير منتظمة، عمالة باليومية، جايين نفرحهم بجزء بسيط جدا وهي إن احنا نوفر لهم الأجهزة والأساس. 75 جهاز عيني لحوالي 43 أسرة، جزء بسيط جدا جدا بين اللي يستحقوه يعني. طبعا ده ما نقدرش نعمله غير في مظلة التحالف الوطني. هي الميزة فيها إنها بتجمع الجمعيات كلها، فنقدر نوصل لأماكن ما كناش عارفين إن محدش بيوصلها. القافلة دي شاملة، هنوزع فيها أجهزة للعرايس، عملنا استكشاف كتير قوي، والنهاردة نازلين للأسر المحتاجة أكثر احتياجا، هنوزع لهم أجهزة كهربائية. ودي كلها القافلة كلها بمناسبة مرور 8 سنوات على فكرة قطار الخير. قافلة طرد الجميل دي بنوزع فيها 75 جهاز وقطع أساس على أسر هنا في قرية الزمير في وادي النطرون. احنا عملنا هنا استكشافات للأسر ولقيناهم مو مستحقين، فاحنا الحمد لله قدرنا بمساعدة المتبرعين يعني ان احنا نوفر الأجهزة ديت ليهم. طبعا الايفنت معمول بالتعاون مع جمعية رسالة وتحت رعاية التحالف الوطني. احنا موفرين بوتاجازات، غسالات، سراير بالمراتب بتاعتها، ده على حسب الاستكشاف هنا لمعظم الأسر. بنشوف هما محتاجين ايه، احنا بنحاول نوفره لهم. طبعا احنا في حاجات هنا تاني بيبقى الأسر محتاجينها زي قوافل طبية وحاجات زي كده، الحمد لله قدرنا ان احنا نوفرها النهارده برضه. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اطلق مبادرة الخير بهدف المساهمة في تقديم الدعم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وللأسر الأولى بالرعاية في قرى محافظة البحيرة كجزء من نشاطه التنموي بكل محافظات مصر وقراها. هذا وتتواصل فعاليات قوافل الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بعدة مناطق بالجمهورية، وتشهد هذه الفعاليات توزيع المساعدات العينية على الأسر الأولى بالرعاية. احنا بنعمل قوافل جمعتين في الشهر. القوافل دي بتكون مشتملة على براعم توزيع شنط، توزيع أجهزة، في مثلا بيت في حاجة منهورة أو كده بنصلحها وهكذا. ده اللي احنا بنعمله في القرية. بيكون معانا طبعا مسؤولين بيكونوا مسؤولين عن المتطوعين اللي بيجونا من مختلف الشباب اللي في المحافظة عندنا. كل قافلة بننزل فيها بننزل قافلتين على مدار الشهر، تمام. بيكون عندنا في توزيع الشنط الغذائية دي 250 شنطة، وبيبقى عندنا حوالي بنساعد 20 أسرة بأجهزة. الأسرة ممكن تاخد جهاز أو أكتر أو ثلاثة على حسب مثلا احتياجها. احنا أساسا كذا يعني احنا كذا تخصص، عندنا محو أمية بنعلم الناس الأدية والكتابة واللغات والرياضة وهكذا. عندنا براعم دي بنجمع زي مجموعة من الأطفال ونبدأ ان احنا نعلمهم سلوكيات الصلاة والصوم. احنا بالظبط لما بنيجي ننزل كجمعية رسالة بنتعاون مع جمعيات خيرية بتبقى موجودة في القرية، تمام. بننزل أول حاجة نشوف الجمعية ديت الورق بتاعها مظبوط، ان هي مسجلة في تبع وزارة التضامن الاجتماعي. بعد كده بنبدأ نشوف الأسرة اللي عندها، بنعمل لها استكشاف مبدئي، نشوف نسبة استحقاق الأسرة هي فعلا مستحقة ان احنا نساعدها ولا لا. يوفقكم شر المرض ويذكر جمعية الرسالة ويبارك فيكم يا رب. زي ما جابوا لي لحد البيت وغنوني وبسطوني، جابوا لي غساله، ما كانش عندي غساله بنغسل المغزه لابون طشتها في الحمام. بنعمل ايه؟ بنعمل عدد وجبات على عدد الاسر المستحقه للشهر دوت. يعني احنا لينا عدد اسر على مدار الشهر، يعني في الشهر دوت هنعمل 250 اسره، 250 فرد ل 70 اسره او 80 اسره. الوجبات اللي احنا عاملينها النهارده عاملين كفته وعاملين رز وعاملين سلطه وبنعبي فاكهه يعني وكده. احنا بنعلمهم القراءه والكتابه والحساب،
بس الفكره ان هم بيكون مستوياتهم مختلفه، يعني في ناس مثلا عندها حصيله من الحروف وفي ناس تانية لا بيكون لسه من الاول خالص مش عارفين يمسكوا القلم او مش عارفين الحروف وكده. فاحنا بنبدا معاهم بنقسمهم لفصول، الفصول اللي هي مش عارفين حاجه خالص بنبدا ندخلهم فصل مع مدرسه متخصصه في دوت. بالنسبه للفصول التانية اللي هي عارفين بعض حصيله الحروف وكده بنبدا نديهم حاجات متقدمه اكتر ان هم يكونوا كلمات ويكتبوا. بنعلمهم ان هم عندهم ثقه في نفسهم، يبقوا بيعرفوا يعبروا عن نفسهم، عندهم ثقه وان هم يقدروا يتكلموا كده ويعملوا. كمان بنعلمهم يعملوا ورش يساعدوا نفسهم من هم صغيرين ان كل حاجه يحافظوا عليها وكده. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية ودافئ على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. بأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة. لم يتبقى في هذه النشرة سوى التذكير بأبرز وأهم العناوين. وزير الخارجية يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويستعرض جهود مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين. غوتيريش يحذر من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح ويؤكد أنه سيكون مدمرا لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني. حماس تؤكد أن الخسائر بين المحتجزين الإسرائيليين كبيرة وتحذر من القصف المتواصل من قبل الاحتلال. ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف عبدين. مساء الخير يا يوسف. مساء الخير إيمان. مساء الخير مصطفى. مساء الخير. حلقة سعيدة. الله يخليك.
حلقة سعيدة وموفقة ودايما مختلفة يوم الجمعة. إن شاء الله بتبقى بنحاول يوم الجمعة تكون الأخبار شوية متنوعة، لكن طبعا بيسيطر على الخبر الرئيسي الأحداث في غزة والتطورات هناك. إن شاء الله يكون في فقرات متنوعة تعجب كل المشاهدين بإذن الله. كل التوفيق لك يا يوسف. شكرا ليكم وشكرا كل صناعة التاسعة. شكرا إيمان، شكرا مصطفى، ولحظات مشاهدينا ونبدأ مع حضراتكم التاسعة.